سامح حضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أستاذ مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا سامح حضرتك، وطي التلفزيون واسمعني بالتليفون. أنا بغسل كده. أنا بغسل كده. أنا قافل التلفزيون خالص. أنا بغسل كده حضرتك. أهلاً أهلاً. أنا بغسل كده. أهلاً وسهلاً بحضرتك. سامعني؟ سامع. حضرتك بتغسل كلى. سامعك. انا بغسل كلى. تمام، اسال الله ان يشفيك يا شفاء لا يغادر سقما. سامعك يا استاذ مصطفى. بغسل كلى حضرتك وباخد حقن. نعم حقن. نعم انا بغسل كلى وباخد حقن مع الغسيل. الحقن دي تفكر ولا حضرتك؟ بص يا استاذ مصطفى، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت الطبيب ان قال لك افطر واطعم عن كل يوم مسكين عليه الصلاه والسلام. تمام، ان الطبيب اللي انت بتتعالج معاه قال لك افطر واطعم عن كل يوم. والله حضرتك انا بقرا صوم وبستحمل وعدي اليوم. الحقن دي تفطر؟ لا ما تفطرش، انت مضطر لهذه الحقن، ما تفطرش يا صوم. انا الحمد لله بقرا عدي اليوم وبصوم. طيب الحمد لله، اسال الله ان يعينك وان يشفيك وان يشفي مرضى المسلمين اجمعين. شكرا يا استاذ مصطفى. الحقن ان شاء الله مش هتفطرك.